هذا خاصي دابا يصفروا هادو راه الحاج التربيه ديالو كتب هاك شي بلاد ديالو كلشي مصطفى عندي واحد دكتور طبيب كل سير عندي عصب الى كنت مرحله هاك الكراسي لازم قاني خنيفرا لقى الحوال انفاصل عندي عندي الحولي السردي السردي كيبقى الصغير فيه كيبقى 350 والكبير كاين حتى 1.4 مليون الحاجه الجوده في الجوده في العلف ماشي شي حاجه الجوده في العلف الثمن الحولي المليح نوع العلف من نوع العلف كان ناكلو الذرة والذرة والفول الذرة كورش البشنق والفول والشعير هادو اللي كنعلفو هو هذا ديما هذا هو العلف ديالو الا خطيتي له العلف ديالو ما كيجيش هو هذاك الحولي ما كيطلعش لك الحولي هو هذا ما نقدرش ها مشحم لا ما يطلع مشحم ويطلع فيه الجوده ديالو ما كتبقايش على فات تعيد من عندك واحد هاد العام العام الاخر ما يعيش من عندك اه لا عطيني شي حاجه ماشي هي هذيك الصغير شحال الوزن الصغير تقدر تقيا كيلو نقدر نقدر الصغير ديالو كيبقى كتكون فيه شي 60 كيلو 60 كيلو هذا حي مش هذه الصغير الصغير هذه الصغير الموين الموين راه يقدر يكون فيه 83 كيلو 83 كيلو الكبير راه كيقدر يمشي لك حتى 120 130 كيلو غادي حي ماشي لحم كاين سنه الحليب وكاين سنه الحليب وكاين ثني كاين رباعي كاين رباعي وكاين سداسي كاين هادشي كاين الغلا كاين هادشي العام من ناحيه العلف من ناحيه العلف والمطار ما كاينش اش كاين الشتاء دعم الدولة لا دعم ما استفدناش ما استفدنا من المحلبة هي اللي استفدت معنا ما عطانا شي واحد لا المحلبة هي اللي استعفد المحلبة اللي كندفعوا لها الحليب هي اللي دعمتنا برويزة صافي السلام عليكم السوق راه هو هذاك السوق على حساب الثمن هو هذاك راه مزيان السوق من اللي عنده 400 يعيد واللي عنده 500 يعيد واللي عنده 600 يعيد واللي عنده 250 يعيد ايوا قد الحاله الحاله الله يحسن العون الفلاح راه غالي كسيبه كسيبه راه غاليه العلف غالي والحمد لله الله يرزقنا الرخاء والله يرزقنا الصحه والعافيه الله يرحم الوالدين ديالكم راه كلشي موجود الحمد لله كسيبه موجوده موجوده كسيبه الحمد لله دابا موجوده الحمد لله الناس كيتشكاو من الغلا والغلا على حساب الغلا على حساب السردي دائما غالي دابا هذا السردي دائما غالي هذه ملي كنرخاه هو غالي زايد على الاخر دائما انسان الا كان عنده جناف السوق مرطب بحال دائما قول له صاحبي قول له اولا الأثمينة اللي يقول لها ما بقيتش تنعرف نهدر الله يحسن العون والحولي موجود باقي غادي يدخل يكون الغلا من النواحي ديال العالف من النواحي ديال اي حاجه راه ترونسبور على كل شيء ماشي أثمينة راه ماشي ثمن كاع مرتفع كاع بزاف هو الدعم راه تا شتي كل شيء راه تا عارف كل شيء راه كاين عشويه وصافي داك الشيء اللي كتعرف راه ما كاينش ما يقدرش ما يقدش الفلاح ما يقدوش في العلف ديالو ديك النسبه قليله شويه كيعطيو الراجل يعطيو 10 خنشات اللي قبوا ليه كاع يعطيو 10 خنشات ما غيديروا معاه والو هي السوله ديال السردي راه معروفه هما راه ما تعاونوش مع الفلاح راه ما تعاونوش معاه اللي ولاو يدعموا راه خاصهم يدعموا الفلاح ما يدعموش ديال السلعه ديال السباليون خاصهم يدعموا السلعه ديال البلاد يدعموا الفلاح باش توا يترجل توا عام اخر توا يترجل السلام عليكم اخوان مبروك عليكم العواشر وعلى كل بسلم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يسخر لكل واحد اللي كيتمنى يلقاه بالنسبه للدراويش المهم هذا العام هذا صعيب شويش عليهم والله يحسن العون الجميع
وكنتمنى الانسان يحاول يتفاهم المواقف ديال جميع الطبقات، لان الطبقات كتختلف، كاين الانسان كيقلب على شي حاجه كبيره وكاين الانسان اللي كيقلب على حاجه اللي هي صغيره. ولكن بوبري صعيب هذا العام، هذا شويه صعيب بزاف. انا خديت هذه البركه هذه بواحد المشقه بكل صراحه، خلينا ب 3000 هاد جوج البركه هادو. المهم مناسب بالنسبه، انا كنظن ان الثمن ديالو مناسب، ماشي شي ثمن اللي هو طالع، ولكن السوق شويه طالع، شويه طالع. هذا من جهه خنيفره، انا كيعجبني هذا الحاول ديال خنيفره. هذا العام هذا كتبنا الديوان ان شاء الله من خنيفره، والله يرزق الجميع. هذا الشيء اللي كاين، السوق ثمن عالي، ما عندك متى الغلاج. انا لا حاول نشري والو، ما الغلا بزاف، 400 500، وهادشي بزاف علينا. ما واش كاين زياده مقارنه؟ كاينه زياده بزاف، كاينه زايده قريبه الرباع ولا اكثر كاع نص. كنا نشريوها 250 260، اليوم 450 500 600، هادشي بزاف. ما حاولي ديك الصقله، حاولي كاين الخنيف، الخنيف راه هادو اللي كاينه الصور ديما. انا كنبيع 5000 درهم و 4500 و 4000. هذا الغلا كاين شويه الثمن، الثمن كاين من جهه تاش، من جهه العلف غالي والازمه اللي سميتو الجفاف، نطلبوا الله يكتب السلامه. هذا الشيء غلا غلا من جدر. الاسواق عندنا راه غير جينا لوجو نشوفوهم، وما ما كاين ما كاين اكثر الاغلب ديال البشر في خنيفره ما يجيوش لهنا، ما جاوش لهنا حتى انا ما نجي، ولكن عندنا شي وجوه لابد ما نجيو ليهم. ولفنا معاهم، الغلا كاين من الجفاف، من الاسعار، من كل شيء، كل شيء غلا علينا، العلف غلا علينا. ايوا نطلبوا الله يكمل على خير، والدعم دعم 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 داوهم مالي الناس كبار وما دراوش، ما كاينش ما كاين اللي كيعطينا انا والو. كتجيك خنشه اش غاتجي ل 100 الحولي و 150، اللي عنده 1000 حولي وكذا اللي كيدي الدعم، ما دعمش ما كاين. وسيدنا الله ينصره والله يكمل على خير.